إذن مصر تستفتى ونحن نغطي الاستفتاء من خلال شبكة مراسلينا على مدار اليومين اليوم وغدا في أيام الاستفتاء على الدستور. سوف نطالع إذن الأجواء والمشهد ونسبة الإقبال والأجواء الأمنية وما إلى ذلك من خلال الكثير من المحافظات السويس المنصورة المنيا الإسكندرية وغيرها. لأبدأ بمراسلنا في السويس محمد أبو شنب. محمد اتفضل، ما هي الأجواء وكيف ترصد نسبة الإقبال؟ نوران مساء الخير. الأجواء هنا في محافظة السويس تبدو كما هي واضحة منذ الصباح الباكر، فحالة الحشود أمام المقرات الانتخابية اللي وصل عددها 68 مقر، إضافة لذلك سمعنا وتراورت إلينا أنباء عن زيادة مقر جديد خاص للوافدين تحديدا في مدرسة محمد حافظ بحي السويس. وتأكيدا إلى كل ما هو جديد هنا في محافظة السويد، لنا هذا اللقاء وهذا الشرف مع السيد المستشار وائل إبراهيم رئيس غرفة العمليات لقضاة مصر في محافظة السويس، هنا يتحدث عن اللجان ووضع التأمين للسادة القضاة في المحافظة، متحدثا عن أهم الشكاوى إذا كان هناك شكاوى وصلت إليه أو وردت إليه منذ الصباح الباكر بدء الاقتراع في 9 صباحا حتى هذا التوقيت. نوران أرحب بك سيادة المستشار، مساء الخير، منور تلفزيون حياة. أهلا وسهلا بك. طيب سيادة المستشار، خلينا نتكلم أكثر تفصيليا على بداية اليوم النهاردة مع حضرتك، كان عامل إزاي وفكرة تأمين السادة القضاة؟ والله أنا جالي القضاة كلهم 92 لجنة فرعية امبارح، استلموا المظاريف بتاعتهم والأحراز وباتوا في الفنادق بتاعتهم، وجالي قاضي لجنة وافدين ده اللي هي أنشأت جديد بالقانون الجديد للأعذار الفيدرالية الجمهورية، واستلم مظاريف اللجنة، والعمل كله ابتدى الساعة 9 الصبح، والدنيا منتظمة الحمد لله كويس جدا. سيادة المستشار، كان هناك معلومة أو شكوى وردت إلينا صباح هذا اليوم على تأخر تحديدا افتتاح لجنة الوافدين في مدرسة محمد حافظ، صحة هذه المعلومة يا فندم؟ لا، لجنة الوافدين بالنسبة اللي هي أنشأت جديد، هو القاضي كان في مقر اللجنة الساعة 8:30 الصبح وابتدى فعلا يجهز أوراقه وكل حاجة. القاضي ده مزود بجهاز لابتوب ومعاه فلاش انترنت بكل الشبكات اللي موجودة، كان في عيب في موضوع الشبكه والنتورك بشبكه المعلومات ووزاره التنميه الاداريه واللجنه العليا للانتخابات، وذللوا العقبه دي والقاضي اشتغل والدنيا انتظمت. اثناء سر اليوم كان في كثافه بالنسبه لمعروف طبعا محافظه السويس فيها عدد شركات كتير جدا، فخطبنا اللجنه العليا وصدر قرار 15 لسنه 2000. طيب بنشكر محمد أبو شنب مراسلنا في السويس، هذه هي الأوضاع في السويس. بنتحول إلى الإسكندرية الآن. محمد مبروك إليك، والصورة من خلفك تتكلم وتحكي الكثير، وهناك يعني حشود كبيرة من ورائك نراها ورفع للأعلام، اتفضل انقل لنا الأجواء كما ترصد. مساء الخير مجددا نوران، كما وصفتي بالفعل المشهد هنا يصف نفسه بنفسه، عدة آلاف يمكن أن تشاهديهم الآن في شارع واحد فقط، 4 تجمعات أو مدارس، يعني هذه هي مدارس أو مقار انتخابية تضم عدة آلاف من الناخبين. هذا الشارع أمام مدرسة الرأسة السوداء بمنطقة السيوف، تجمع الآلاف الآن منذ بداية الشارع وحتى 100 متر انتهاء بمقر اللجان الانتخابية. هناك عدد من أنصار الفريق أول عبد الفتاح السيسي يرفعون صورا له داخل الشارع، يعبرون عن مشاركتهم في هذا الاستفتاء ويربطونه بتأييدهم للفريق أول عبد الفتاح السيسي. الوضع في منطقة السيوف يختلف تماما عن باقي الإسكندرية. قبل ساعة من الآن كان هناك الداعية الإسلامي ياسر رامي، وهو أيضا أحد القياديين البارزين في حزب النور، كان قد أدلى بصوته في هذه المنطقة. هناك أيضا عدد كبير من المسؤولين والقيادات البارزة في الجيش والقوات المسلحة، ما زالت حتى هذه اللحظات تتفقد اللجان المختلفة. قائد المنطقة الشمالية
كان قبل قليل يتفقد عدد من المناطق. هناك أيضا تفقد لمدرسة رأس التين من قبل رئيس أو مدير القوات البحرية الفريق أسامة الجندي. أجريت معه حوارا تحدث فيه عن يعني أهمية إنجاز هذا الاستفتاء. قال أن القوات البحرية تشارك في تأمين هذا الاستفتاء بعدد كافي من القوات، وقال أن هناك يعني تطبيق حازم للقانون في مواجهة أي خروج وفي مواجهة أي وقفات من المحتمل أن تحدث في اليومين المخصصين ل يعني عملية الاستفتاء. ما زال آلاف المواطنين السكندريين يتوجهون إلى مقر الانتخابات وإلى مقر أو مراكز الاقتراع. يعني كانت الأمور قد هدأت قبل قليل في عدد من المناطق، ولكن يعني ربما يعني الموظفون الذين خرجوا من أعمالهم يعني يتوجهون بكثافة في هذه الساعات لمواصلة عملية الاستفتاء. أي مظاهرات للإخوان محمد؟ نسبي في كافة الأرجاء نوران، هناك هدوء نسبي في كافة الأرجاء، فقط مناوشات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبين قوات الشرطة والقوات البحرية في منطقة سيدي بشر. تمكن قوات الأمن من فضها في خلال دقائق محدودة وفقا لتطبيق قانون الإرهاب، عفوا قانون التظاهر. أيضا مسيرة نسائية كانت في منطقة رأس التين أمام مدرسة رأس التين في منطقة الأنفوشي. هذا تقريبا هو الوضع العام في محافظة الأسكندرية إلى الآن، ومن المنتظر أن نتابع الأوضاع حتى إغلاق مقر لجان الاقتراع في السابعة كما حددت اللجنة العليا للانتخابات في التاسعة مساء. محمد طبعا تقصد، ولكن شكرا جزيلا على كل هذه المتابعة للأوضاع في محافظة الإسكندرية.